كيفية القيام بالحظر على تطبيق تريد؟ أولا، القيام بحظر منشور حظر حساب على تريد. أولا، تقوم بالذهاب إلى المنشور الذي تريد أو الحساب الذي تريد حظره، مثلا هذا الحساب، تضغط على هذه النقاط الثلاث، مباشرة تجد هنا الحظر، تقوم بالضغط على حظر ومباشرة تقوم بحظر هذا الحساب. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وأيضا زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.